مع اسم عظيم من أسماء الله الحسنى ذكره الله في القرآن 11 مرة، وهو اسم الله الحليم. يكشف البلوى هو الله. ب11 موضع بالقرآن ذكر الله سبحانه وتعالى اسمه الحليم، بل إن من الأسماء أو من الأدعية الذي يزيل الله سبحانه وتعالى بها عنك الكرب دعاء يشتمل على اسم الله الحليم. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أحدنا إذا وقع في كرب شديد وهم أن يردد لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أنت وقعت بكرب؟ ردد هالدعاء. هذا بتردده 100 200 300 400 500 مرة على قد الهم والكرب اللي أنت فيه. والله أنا بجربه كتير، كل عندي غم وهم، شو بدي أعمل؟ بسكره، سكر كل شيء بيدك وقعد أنت ومشي، لف بالبيت امشي بالطريق لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله ليه العظيم الحليم؟ عشان أنا وقعت بالكرب لحتى أرجع لرب العالمين، فمن حلمه أنه أوقعني بكرب لم يؤاخذني بذنبي في الدنيا حتى أعود إليه، فهو الحليم. يا حليم ارفع ما أنا بي من الكرب. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هلأ بعد الخطبة دغري فوت شوفوا حمله عندك على التليفون وردده، فشوف أنت من الأسماء اللي رب العالمين فرج فيها عندك اسم الله الحليم. اسم الله الحليم اسم جميل جدا، اسم فيه ساعة لنا. فأنت إذا أردت أن يرفع الله عنك ذنبا قد وقعت به، أنت عارف حالك وقعت بذنب وخايف رب العالمين يؤاخذك بالذنب فيفضحك أو يؤاخذك بالذنب فيعاقبك، فتردد يا حليم يا حليم يا حليم، حتى إيش؟ رب العالمين يؤخر عنك العقوبة ويدفع عنك العقوبة. فالله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد أكثر حلما من الله. فإذا علمت هذا عن الله سبحانه وتعالى حاولت أن تتخلق بهذا الخلق العظيم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما من أحد أكثر معاذير من الله، يعني يلتمس لنا الأعذار فيعلم ضعفنا ويعلم وسوسة الشيطان لنا ويعلم تقلبنا، فإذا وقعنا بذنب أو قصرنا في طاعة لم يعجل لنا العقوبة. قال سبحانه ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، شوف كرمه شوف حلمه، ظلمنا لأنفسنا وظلمنا لغيرنا، من فينا لم يظلم نفسه فيقصر بالطاعات ويفعل معاصي؟ قال ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. ببطل في ولا مخلوق على، بتلاقي انت اوقات بتشوف المعاصي اللي عم بتصير هلا، ان كان من عند الناس بالجمله، بتطلع هلا الان موضوع زواج المثليين وموضوع الفجور المنتشر، انت بتطلع انت حيوصل النيزك، انت النيزك حيجي يشيل الكره الارضيه بالاشياء اللي نحن فيها بالمعاصي. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه ولكن يؤخرهم. فهذا من حلم الله سبحانه وتعالى ومن كرم الله، ولكن احذر أن تغتر بحلم الله فتتمادى بالمعاصي، فإن الله يمهل ولا يهمل، وخاصة إن كان هذا التمادي يتعلق بحق إنسان آخر. إن كنت تتمادى بظلم الآخرين بظلم نفسك عم تضحك على وحده، إذا كنت أنت قاعد عم تظلم واحد عندك شغيل او واحد عم بيشتغله ما عم تعطيه حقه وعم بتاخره وانت قادر تعطيه، هذا كله انت عم يعني لا تغتر بحلم الله، لا تأمن مكر الله. قال سبحانه افأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. احذر
نعم نحن نفرح بحلم الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يدفعنا ذلك للتمادي، ويدفعنا ذلك لأن نتخلق بهذا الخلق العظيم. فنتخلق بهذا الخلق مع أقرب المقربين إلينا. أنت زوجتك غلطت، أتسارع بالغضب؟ والله أنت نبهت على الأكل أنه ما يكون مثلا ملح زيادة، ما يكون في خلل بالأكل، وعملت هالغلط، بتقوم أنت بتكمش الصحن هيك والطنجرة وتقلب الأكل، والله أنه أنا عصبت؟ أين الحلم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأحنف بن قيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: الحلم والأناد. والله أنا أتعجب أشد العجب من حلم النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته. تخيل أن عائشة رضي الله عنها لما غارت أرسلت بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة فيها طعام للنبي صلى الله عليه وسلم، فغارت عائشة رضي الله عنها فما كان منها إلا أن أمسكت الصحيفة وكسرتها أمام الناس. تخيل أنت مرتك تعمل هيك قدام الناس صحن الأكل أو صينية الأكل تكمشه هيك وتطبشه، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أخذ يجمع الطعام وهو يقول: غارت أمكم، غارت أمكم، وأمر بصحيفة من بيتها فأعادها لضرتها. أنت متخيل؟ متخيل والله أنا متخيل هيك موقف، أنه أنا زوجتي مثلا أنا قاعد معها وأنا مبين أنه أنا مسيطر يعني على البيت ومسيطر على تيجي تكمش الأكل هيك وصحن الأكل وتكسره، لا وأنا غارت أمكم غارت أمكم، عبت بسم. أي حلم كان عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليك أنت حط حالك يا شيخ، أنا يا أما تطلع، أنت عندك خيارات ثلاثة طبيعي عندنا نحن، يا أما بقوم بكسرها قدام الناس زي ما عملت هيك حتى تتربى، يا أما بطلعها وعبت أهلها، أو يعني إذا أنت كنت بسم الله ما شاء الله عنك ما شاء الله عنك أحسابها بالبيت وموضوع الهجر ما أقل من شهر. ها إذا كنت أنت بسم الله ما شاء الله عنك قلت اللي كان مش شوف حلم النبي صلى الله عليه وسلم. فأول حلم على من تعول، على زوجتك، على أولادك، ابنك اللي غلط بالشغلة أنت وكررتها كذا مرة وإيدك بدها ترفع، لا ما في إيدك والكف على كل شيء، ما في صوتك يضل طالع لآخر الدنيا على كل شيء، لا بيكون عندك في حلم. أنت ابنك عم بتعلم من التجربة والخطأ، لازم يغلط عشان يتعلم. أكتر شيء بيعلم الإنسان التجربة والغلط، تجربة بنفسه، ما حدا يجي يقول له هذا شيء غلط. نحن كلنا ناكله هالطريق، إذا رحنا فيه كلنا حنوقع فيه بالحيط. نسبة الناس اللي بتتجنبه واحد بالألف. نحن عندنا شيء هرمونات بجسمنا، إذا ما وقعت بالغلط أنا بنفسي وأنا اللي أكلت الضرب ما بتعلم، ولو ألف واحد نبهني لازم أنا أكل الضرب. يعني عندنا حب الاستطلاع لحتى نحن نأكل الضرب، نأكل الضرب نتعلم، فنتعلم من إيش؟ من التجربة والخطأ. طب أنت ابنك إذا عم بتعلم من التجربة والخطأ، ليه ده مرة واثنين وثلاثة صرت تضربه، نبهته ثلاث مرات ولا ثلاث مرات بدك تنبهه أكتر. فبدي يكون في عندك حلم، حلم بعلاقاتنا على أقاربنا. بتلاقي على أقاربنا وإخواننا صار عندنا سرعة البلوك، واحد بجرب مجرد ما زعلني بلوك على الواتساب على الفيسبوك على الانستغرام، حذف للرقم ومش عارف بسم الله ما شاء الله. وبتبلش بعد البلوك مرحلة إيش؟ الدعاوى عليه. يعني قبل رمضان نحن بنقول قرب رمضان يا اخوان سامحوا، بقول لك انا ناطر رمضان، ناطر التراويح لادي عليهم، ناطر التراويح لادي عليهم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بعد العداء، بعد العداء من مين؟ من كفار قريش. والله النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وانك لعلى خلق عظيم. اخرجه قومه فذهب الى الطائف فطردوه بالطائف ورموه بالحجاره حتى ادميت قدماه بابيه وامي صلى الله عليه وسلم، فنزل اليه ملك الجبال فقال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلين كبار. فقال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. شوف الحلم، أنت واحد غلط بحقك والدم صار عم بينزل وهو والدم عم بينزل منك. شوف بغزوة واحد بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، شج رأسه وكسرت رباعيته، يعني حزن الصحابة رضوان الله عنهم حزنا شديدا، فقالوا: يا رسول الله ألا تدعو على كفار قريش المشركين؟ فقال: لا، إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. طب كفار مش مسلمين مش أقارب، كفار ندعي على الكفار؟ لا، لم أبعث لعانا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. بالتعامل مع بعض، حتى حبيبك صلى الله عليه وسلم بغزوة حنين أجا رجل وهو كان من أصل الخوارج، هذا أصل الخوارج،
كمش النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وزع الغنائم على الصحابة بما أوحى الله إليه، إنه ناس تعطيهم 100، ناس تعطيهم 50، ناس تعطيهم أقل من ذلك بما يراه من المصلحة، بما أوحى الله إليه. هذاك إذا ما عجبه لا، لازم كلنا نفس الشيء. فإجا لعن النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم من رقبته. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم قائد أمي بموضع عز انتصر فيه، يجي واحد يشده هيك، أنت لو واحد يجي يسحبك بس من هون، شو 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 تعمل شو يعني، شيل إيدك أحسن ما ترجع لك مكسورة، أقل كلمة هي بتطلع معك، يا محمد اعدل فإنك لا تعدل. هاي بعد أشد لما الواحد يتهم بإيش، بعدالته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. شو هذا كله إيش؟ حلم. بتلاقي عندنا الحلم طاير بالعلاقات وبلوكات، بالتعامل مع بعضنا، بالتعامل مع زوجتنا، مع أولادنا. إذا واحد عنده شغيل بس خلاص، هذا الشغيل بيعتبره عبد، أو بيعتبره ما بعرفش بيعتبره بكلمات، كلمات نابية، كلمات. النبي صلى الله عليه وسلم قال إخوانكم خوالكم، الأصل تعامله مثل ما بتعامل نفسك وأولادك. قال فإن كان لأحدكم على أخيه يد فليطعمه مما يأكل وليسقيه مما يشرب وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق. شوف هذا كله إيش؟ بالحلم، بالحلم بالتعامل مع الآخرين. الحلم أنه أنت تكون قادر ترد، قادر ترد أنت بالضرب، قادر ترد أنت بالكلمة بالمسبة، قادر ترد بالبربس أنت ورايح وجاي بربس. شو البربس؟ مش عارف شو هي، عم تبربس بالروح. وقادر ترد بالدعاء، تعتدي عليه. بس كمان حتى الدعاء أو تكمش حالك عن الدعاء على الآخرين. ليش؟ حتى تقصد صفة الحلم، حتى رب العالمين يحلم عليك، حتى تكون ممن يحبهم الله. لما نقول إن هذه صفة يحبها الله، فإذا اتصفت بها أحبك الله. إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات.